السلام عليكم. السلام ورحمة الله. إذا كان ممكن اسم الكريم. تريكي جلالي، مواليد مدينة وجدة، لاعب كبير في الرجبي في المغرب. مع الأسف ما أهلش في المغرب لأنه كان جنسية عندي جزائرية، واضطريت نمشي للخارج نلعب تما وندير دي فورماسيون، وأنا دابا راني هنا في التقاعد وكندير ليكول دو ريكبي هنا في ليكيب ديال ليزو. وحنايا جينا نحتجوا اليوم على هذه الحدود لانه كما يقولوا الموس وصل العظم، انا والوالده هنايا نحتجوا لانه هذا الشيء عيب وعار. 25 سنه تقريبا الحدود مسدوده، ما عرفتش علاش، انا ما عرفتش علاش، لانه حنا الشعب جزائري ومغربي اوني اونتوناي، اوني اونتوناي، حنا ناس باسيفيك، ما باغيش نديرو شي صداع ولا شي حاجه. حنا الحمد لله ناس موقرين، العائله موقره، العائله التريكي معروفين هنا تقريبا في الصعيد المغربي او الجزائر، واللي كنتمناو الله يجازيكم بخير ديروا واحد الحل لهاد الناس مساكين اللي مخلطه، لان انا المراه عندي بيضاويه مغربيه، عندي ولادي مغاربه، وحنا نص مغرب ونص جزائر، واللي كنتمنى وان شاء الله هاد الناس ديال الحكم يديروا واحد المجهود باش يديروا لنا واحد نقولوا انيسي دو سيكور. بغيت نسولك شحال بعام هادي ما دخلتش للجزائر؟ انا هادي يا سيدي من 82. علاش ما دخلتش يعني 82؟ شنو السبب؟ لانه انا كنت في الجزائر، كنت في فرنسا، وكيقولوا لي كنت نمشي للقنصلة الجزائر نشوف شي كويكتات وداك الشيء، علاش ما تدخلش للجزائر؟ قلت ما يمكنليش باش غادي ندخل بالفاليزات والطوموبيل، عند من غادي نبقى نحط وعاوتاني نرجع والحدود مسدوده وتحل تحل وتسد، ما يمكنليش باش انا نستقر في المغرب. شنو هو السبب اللي خلى الجزائريين يغلقوا الحدود وما يفتحوهاش مع المغرب؟ شنو هو السبب؟ انت من اصل جزائري مغربي، جزائري من يعني مغربي من اصل جزائري، شنو هو الاسباب؟ الاسباب اللي خلى الجزائريين ما يحلوش الحدود؟ كيقولوا التيروريزم. حنا راه ما عندناش تيروريزم، حنا راه عيني على عينك، انا راه حتى واحد ما يسلط هنا، راه كما قال حسن دو الله يرحمه راه كلنا بوليس هنايا، راه غير اللي بانت شي حاجه طرق علموا به. علاش المغرب مستقر وما عنده حتى شي حاجه؟ كتكون شي حويجات ا دروات ا غوش، ولكن كتقبطوا داك الشيء في الساعه. الحمد لله كاين الامن وكاين الشرطه، كاين كل شيء الحمد لله قايم بالواجب ديالهم. زعما بصراحه وحنا كنمشيو للامن عندي في السعيديه، لان مستقر في السعيديه تبارك الله عليهم، زعما مستقبليننا بواحد الاستقبال من داك الشيء الرفيع. اذا قلنا اخر كلمه، واخر كلمه كنتمنى هذه الاخرى اللي كنجيو هنايا وهذه المبادره، ونتمنى ان شاء الله على قريب تحل غير هاد الحويج، واخا غير هاد الزنيقه هادي، وندخلوا معاها المسؤولين يسمعوا، والمسؤولين يسمعوا هذا النداء ان شاء الله، والله يجعل البركه. اذا شكرا، تبارك الله.